دونك حبيت نبدا باش نشكر جميع الاطراف المتداخله. فوالا دونك انا حبيت نتعطي طول الحلول معناها في سكا فهمتوا بانه مانيش باش ناخذ نصف الحلول دونك معناها السوليسيون غادي كان هو باش نركز على المشكل معناها التفكير توا هو الرواد سكا عسكر. دونك انا حبيت نشكر المجتمع المدني لكن سؤالي حبيت نسال للبلديه كما انا حبيت نشوف حكم معناها كما حكيت بليك وهذا اللي كونفيرم انه فما برشا لي تكنيسيان في البلديه دونك شنو هما الديكري دونجاجمون تاعهم في الحلول هذه دونك شكون اللي وقفه احتجاجيه اوكي معناها خاطر الحل ما نصاروش مش افور تاعهم لون تاعهم دونك يلزم وقفه احتجاجيه ولازم فما مسؤولين دونك فما حلول وهنا يلزم غلط مش كان المجتمع المدني يلزم من السلطات من البلديه اون خوطر دونك انا حبيت نقول البلديه في الموقع هذا شنو اللي كان دونجاجمون شنو الحلول شنو هي معناها شنو قد كانت سنه في المجتمع المدني اللي عندها هي معناها اون فيزيون استراتيجيك ولا عندها معناها حلول دونك حبيت نسمع انا مالوغوزمون بون من المفروض هي معناها سيتيو كوز يعني على كل حال هو فاصل على عمليه البروجرام تاع اسحاق ولا البروجرام تاع البروجرام عملوه من توا خير. ما نسيتش كان نحكيو على ان بلون ا وبلون بي. نمشي على بلون بي. باهي انا كنت نشوف على وقت بارك الله فيك.